انا جرب دانيال في وجه لسألك سؤال. انت حضرتك من ثورة تي في، من بعد 17 تشرين بين الاعلام البديل قد ايه هو مهم على الارض، بعدين الاعلام اللي بنشوفه على التريات واللي اوقات بيكون مسيس، قد ايه مهم هالاعلام البديل اللي عم نشوفه بالسنه وعم يشتغل كثير وعم يكون بكل التحركات على الارض؟ هو الاعلام البديل هو ما فيه مونتاج، هو اعلام بيور، لا فيه مصاري ولا دعايات ولا محسوبيات ولا بينشرع ولا بينبيع. سو هو عم ينقل من صورة. انا سائره من اول نهار بالثوره قبل ما اكون عم ساعد بالثوره تي، بس بما انه موجودين احنا من ساعه بننقل الصوره المضبوطه. هلا ما عم نقول انه كل التلفزيونات ما عم بينقلوا الصوره، بس نحن موجودين لانه من الثوره. سو اكيد كثير مهم ولازم اصلا يتفاعل اكثر، يعني يكون في اكثر من محطه واكثر من تحرك اذا بدك باتجاه ايفن انترفيوز وهالقصص، لانه بتنقل الحقيقه بلا تدخل، بلا تدخلات. بلا يعني فيك تقولي الاعلام البديل ما عم ينرسان لمصاري انه يحطوا دعايات لشيء معين، هو عم بيكون عم يقدر يوصل لكل العالم بلا ما يحضروا تي في. يعني هلا مين معه سيلولار بيقدر يشوفنا لايف او بس تكونوا لايف، الخبر عم يوصل دغري بوقتها بلحظتها. مزبوط. الثورة تي في عندها على اليوتيوب، اللي بده يحضر على اليوتيوب، يلي على الفيسبوك يحضر على فيسبوك، يلي على انستغرام يحضر على انستغرام. ولو منه هو واضح على حقائق البلد وشو عم بيصير ما كان بيتهاجم. يعني اليوم صاحب الثورة تي في اللي هو طارق حميدان بلبنان عملوا له اتاك على الواتساب تبعه اللي ما لها علاقة بتصوير ثورة تي في، ما في يستعمل بقى الواتساب جيب غير خط، وعملوا له اتاك على الفيسبوك ما في يستعمل الاكونت تبعه. بقى اكيد اللي كل شيء بيتحارب اليوم هو الحقيقه، بس الحقيقه رح تنتصر اخر شيء، لانه هيدي طبيعه الحياه. يعني مثل ما الشمس بتشرق الحق رح يربح. يعطيك العافيه ونحن بنفتخر فيكم. ميرسي. نحن كمان.